بسم الله، هنشوف مع بعض ازاي نعمل اشكال جميله وبطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه اللي هي النجوم. تمام، طبعا لما ندمج كذا ده مع بعض بيدينا شغل عالي جدا. انا مثلا قلت له كرييت ستار، اختار عدد الاجزاء بتاعه النجمه وليكن مثلا 20 بالشكل دوت. تمام، شكل بسيط خالص مفيهوش اي تعيد ولا حاجه خالص. ممكن امسك الجزء دوت واحركه كده، هتلاقي اشكال كتيره بدات تطلع لك زي ما انت شايف. ممكن ده شكل مثلا اهو، ممكن ده شكل وده شكل اهو. تقدر تبدع اشكال كتيرة جدا ببساطة الاداة دي بس. تمام، وممكن تحط كذا نجمة، يعني ده مثلا نجمة هي عملناها هنكررها كنترول دي. تمام، وابدأ اعدل فيها وديها لون مختلف مثلا اهي. زائد ان انت ممكن تعمل مثلا دورية حواليهم، تقدر تغير في اي شكل، ممكن تكرر واحدة كمان محدش يقولك لأ. خليها مثلا لون ازرق. حاجة مثلا بالشكل دوت.